وعرفتوا خصائصها وعرفتوا كذا نوع من انواع اللي بنقدر بيها نميز المعادن عن بعضها البعض. طبعا المعادن تعريفها هنا بيقول هي موارد غير متجددة يستثمرها الانسان في شتى نشاطات حياته، دي ملهاش علاقة بالتعريف التاني، ولكن استنزاف المعادن تعريف المعادن منها بيقول لك ان المعادن هي عبارة عن موارد غير متجددة يستثمرها الانسان في شتى نشاطات حياته. طيب ايه هي امثلة المعادن اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية عموما وعارفينها، زي الحديد والنحاس والالمنيوم والقصدير والذهب والبلاتين وغيرها. القشرة الارضية مليانة كنوز معدنية كتير احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، دي صور طبيعية لبعض المعادن اللي بنستخدمها في حياتنا، ده نحاس ده حديد ده ذهب ده قصدير. ففي مهم المقصد من استنزاف الموارد المتجددة ان احنا عندنا في القشرة الأرضية بتاعتنا معادن كتيرة جدا متاحة لنا، اول ما بننقب عنها بنبدأ نستخدمها بطريقة مباشرة وبنستهلكها بطريقة بشعة جدا، ممكن يؤدي الى ان المعادن دي تنتهي من المناطق اللي احنا بنجيبها منها. فبالتالي لازم نكون عندنا ارشاد ووسائل لعلاج استنزاف المعادن دي ان احنا ما نستخدمهاش بكثره، لان احنا مسكنا في المعادن وبدانا نستخدمها في شتى حياتنا، ان احنا نعمل سواء الادوات المنزليه اللي عندنا في البيت او السيارات او المنشات او العملات اللي احنا بنعملها او الالات، فطبيعي بدانا نستهلك المعادن بكميه شرسه جدا لان احنا متاكدين ان هي موجوده عندنا في الطبيعه. فكل واحد يروح ينقب عن معادن في منطقه معينه او معاه جهاز خاص باكتشاف المعادن هيروح يطلع معادن وخلاص، لا، ولكن البيئه مش بتتعامل بالطريقه دي، لازم نكون واعيين اكتر لاستخدام المعادن بتاعتنا. تمام كده، فلازم تكونوا عارفين ان المعادن هي مواد غير متجددة يستثمرها الانسان في شتى حياته. طب ايه هي اسباب استنزاف المعادن؟ اول حاجة بيقول لك ان تتناقص كميات المعادن المتبقية في الارض بصورة كبيرة بسبب اول حاجة زيادة السكان، واحنا عارفين ان زيادة السكان بتأثر على كل حاجة بالسلب، خلاص فهمناها. تاني حاجة التقدم الهائل في التكنولوجيا، ليه التقدم الهائل في التكنولوجيا؟ التكنولوجيا لما يحصل فيها تقدم فبالتالي الانسان هيبدأ يفكر هيستخدم ايه في التقدم ده يساعده. فطبعا احنا عارفين كل الأجهزة بتاعتنا بنصنعها من معادن معينة موجودة عندنا في الأرض، بالإضافة لحاجات أخرى يعني بتساعد ان احنا نعمل حاجات كتير خاصة بينا. تقول لك أصبح نصيب الفرد من المعادن بتوزع على عدة أشياء زي السيارات، الآلات، الأدوات، المنشآت، النقود المعدنية، يعني حاجات كتير جدا. قيس ما هو على نفس النهج إن إحنا نستخدم المعادن، ممكن نقول في الزينة كمان بنستخدم المعادن. فطبيعي جدا إن إحنا بدأنا نستهلكها بصورة بشعة، وبالتالي بقى في زيادة عندنا هائلة في استخدام المعادن. بيقول لك تكتب لو مساحة الاستهلاك ده 3 أمثال سرعة ازدياد السكان، يعني استهلاكنا المعادن بقى أكتر بكتير من ازدياد السكان. بيقول لك لازم يكون عندنا بدائل للمعادن دي، عشان الدراسات اللي بدأت تتعمل أكدت إن كمية المعادن المتبقية في الأرض بدأت تتراجع بصورة بشعة جدا، فده دليل إن إحنا بدأنا نستهلكها بصورة كبيرة جدا. إيه بقى وسائل علاج استنزاف المعادن دي؟ أول حاجة بيقول لك استخدام اللدائن البلاستيكية في صناعة المواسير كبديل للمعادن غير متجدد. المواسير كنا بنصنعها مثلا من الحديد أو من النحاس أو ما إلى ذلك يعني، فبدأ نستخدم البلاستيك بدلها. استخدام الفلزبار في صناعة الفخار والسيراميك اللي هي أواني الطهي عموما كبديل للمعادن، بدل ما نستخدم المعادن زي الألومنيوم أو القصدير أو ما إلى ذلك في استخدام أواني الطهي، نبدأ نستخدم الفلزبار أو الفخار أو السيراميك في صناعة. تالت حاجة إعادة استخدام بطارية السيارة بعد معالجتها، يعني بدل ما نعمل بطارية جديدة لا نعيد استخدامها إن احنا نصلحها وبعدين نستخدم. إعادة معالجة وتشكيل المصنوعات البلاستيكية والمصنوعات الزجاجية واستخدام، نلجأ بقى لمصنوعات تانية، مش لازم كل حاجة تكون للمعادن إن احنا نستهلك المعادن بطريقة بشعة جدا. خامس حاجة إعادة صهر وتشكيل واستخدام المعادن الخردة غير الصالحة للاستعمال. يعني إيه؟ يعني انا عندي معادن خلاص صدأ كلها، فبدأ ان احنا نرميها ومش عايزين نستخدمها، فلا احنا نصهرها ونعيد تصنيعها من اول وجديد عشان نستخدمها في حياتنا. فبالتالي العامل الاساسي لعلاج استنزاف المعادن عندنا ان احنا ندور على بدائل للمعادن دي، نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تقوم بدور المعادن ونستخدمها في حياتنا اليومية، زي استخدام البلاستيكات بدلا من المعادن، واستخدام الفخار والسيراميك والفسبار في صناعة أواني الطهي، وإعادة استخدام البطاريات بتاعتنا بدل ما نعمل آلات جديدة، وإعادة تشغيل المصنعات البلاستيكية بتاعتنا واستخدامها بدلا من المعادن، ونصهر المعادن الخردة بتاعتنا. طيب إيه بعد كده تاني نوع؟ تاني نوع استنزاف الوقود الحفري. فطبعا عندنا أول حاجة في الوقود الحفري
لازم نكون عارفين ان الوقود الحفر ده موارد غير متجدده زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ففي اسباب ادت لتفوق البترول والغاز الطبيعي على الفحم كوقود حفر. اول حاجه لقيمتهم الحراريه. طيب ده قبل ما نقول اسباب تفوق البترول، لازم نكون عارفين ان تعريف الوقود الحفري هو موارد غير متجدده زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي بتوجد في البيئه بكميات محدوده. تمام، يعني الوقود الحفري بيمثل الثلاثه مع بعض موجودين في البيئه عندي بكميات محدوده، بحيث تكون تكوينها في باطن الارض عبر ملايين السنين، لذا فان ما يستهلك منه لا يمكن تعويضه. بصوا يا جماعه، الوقود الحفري او الفحم او البترول او الغاز الطبيعي دي اتكونوا على مر السنين كائنات غير عضويه او اندفنت تحت وماتت واتحللت نتيجه تحللها كون لي البترول، ونتيجه زياده نضج البترول تحول لغاز وما الى ذلك، ودفن الفحم برضه مواد عضويه وما الى ذلك. فلكن لازم نكون عارفين ان هي موجوده في بطن الارض بكميات محدوده جدا، فلازم يكون عندنا نرشد استهلاكها، ما نديش ان احنا نستنزفها بالطريقه البشعه دي. اول حاجه البترول والغاز الطبيعي ليه اتفوقوا على الفحم لازم نكون عارفين، وبعد كده نقول اهميه كل منهم. اول حاجه قيمتهم الحراريه العاليه من الفحم، يعني القيمه بتاعتهم اعلى بكتير من الفحم. تكاليف استخراج الفحم اكتر بكتير من تكاليف استخراج البترول والغاز الطبيعي، ودي برضو لو لما تعوزوا تعرفوا ايه الفرق بين الاثنين تروحوا تعملوا سيرش كده بس، هتلاقوا ان في معدل عالي جدا. احنا عارفين ان البترول والغاز بيخرجوا بفلوس عاليه جدا، ولكن المعدات بتاعتها موجوده متوفره، لكن الفحم بيحتاج صعوبه جدا ان احنا نخرج. ثالث حاجه طبيعه البترول السائله والغاز الطبيعي الغازيه التي ميزتهم عن الفحم من حيث سهوله النقل والتخزين وتموين البواخر والقطارات والطائرات. يعني البترول والغاز سهل ان احنا نعمل لهم حاويات تحفظهم عن الفحم، فبالتالي الطبيعه بتاعه تكوينهم البترول السائل والغاز الطبيعي غاز، فبالتالي سهل جدا ان احنا نحطهم في اسطوانات خاصه بيهم عشان ننقلهم. الفحم بيبقى على هيئه كتل كده صغيره كانها صخور، فبالتالي صعب ان احنا ننقلها. رابع حاجه اصبح كل منهم عصب الحياه، فاليوم يستخدم البترول بكميه ضخمه يوميا في الالات الاحتراق الداخلي، كما يستخدم الغاز الطبيعي كوقود في المنازل والمصانع، ودي كلنا عارفينها، هو العصب الاساسي بتاعنا. بس لما البترول والغاز الطبيعي انتهوا اكيد لازم يستخدموا الفحم، فالفحم كان مهمته ان هو بيؤدي الى اضرار بشعه جدا للبيئه، ان هو مثلا بيلوثها، مش بنقدر ان احنا ننقله، مش بنقدر ان احنا نستخرجه، قيمته الحراريه مش عاليه او كفايه ان احنا تتواكب مع العصر اللي احنا عايشين فيه، فبالتالي لجأنا ان احنا نشوف بدائل ليه. احنا اصلا الانسان كان عايش على الفحم، فبالتالي البترول والغاز الطبيعي لما بدأنا ننتجهم فلازم نستخدمهم، فبالتالي لغوا تماما قيمة الفحم. ولكن مع مرور الوقت البترول والغاز الطبيعي هينتهوا، فهيضطروا ان هم يدوروا على بدائل حديثة تتجنب عن الاثنين. خامس حاجة بقولك البترول ليس مصدر للطاقة فحسب، هو أساس لصناعة البتروكيماويات، يعني خلافا إن البترول بدأنا نستخدمه كمصادر للطاقة، بدأ نستخدمه أصلا في صناعات تانية كتيرة، فبالتالي الفحم ما بيقومش بنفس الدور اللي بيقوم بيه البترول، فلازم طبيعي جدا إن إحنا نكون بنستنزفه بطريقة تفوق الفحم، أو إن ليس أسباب تفوق البترول والغاز الطبيعي بدأت تكون واضحة معانا. ايه هي البتروكيماويات؟ بس عشان ما تكونوش بنقول كلام كده وخلاص. اول حاجه البتروكيماويات دي هي مواد كيميائيه اساس مكوناتها مشتقه من البترول، يعني احنا عندنا بترول موجود عندنا في الطبيعه بدانا نستخدمه بنسبه عاليه جدا ان احنا نعمل بتروكيماويات. البتروكيماويات دي بنستخدمها في حاجات كتير جدا، لازم تكون عارفين ان البتروكيماويات ليها اهميه، فاي دوله مش بتخلو من صناعه البتروكيماويات، زي ما انتم شايفين كده دي حقول لصناعه البتروكيماويات. طبيعي دلوقتي حتى وصل في قطر، كان في معادله من يومين ان قطر وصل فيها استخراج او صناعه البتروكيماويات وصلت ل 23 مليون طن، يعني بداوا هم ينتجوا بتروكيماويات لان عندهم فائض في البترول، فبداوا يستخدموا البتروكيماويات بطريقه كبيره جدا في صناعتها. اول حاجه ايه هي اهميه البتروكيماويات؟ بتدخل في ايه؟ اول حاجه تستخدم في صناعه الالياف الصناعيه والمنظفات ومواد الطلاء والأصباغ وأقياس التعبئة والأدوية وغيرها من الصناعات التي أصبحت من مستلزمات الحياة في هذا العصر. يعني باختصار البتروكيماويات بتدخل في صناعات عديدة جدا، مختلف الصناعات الموجودة عندنا في الطبيعة اللي احنا بنحتاجها في حياتنا اليومية موجودة عندنا، أو تدخل الكيماويات في صناعتها، فبالتالي مفيش أي غنى عنها من إن احنا نصنعها، فبالتالي لجأنا للبترول إن احنا نصنعها لأن مفيش بديل إن احنا نصنع منه
بتترك مواد، لان اصلا البترول عباره عن مواد كيميائيه، فمواد كيميائيه ليها سلسله خاصه بيها، فبالتالي بنشتق منها سلسله ثانيه ان احنا نصنع البتروكيماويه. ايه الثاني لها اهميه ثانيه؟ ايوه طبعا البتروكيماويات دي لها عائد اقتصادي كبير جدا، واقل تلوث على البيئه من استخدام البترول كوقود. يعني بداوا يلجأوا للبتروكيماويات لان هي مش بتلوث البيئه زي البترول، يعني لما بيعملوا اعاده صياقله للمشتقات البترول ويصنعوا منها البتروكيماويات، فده بقى اقل تلوث للبيئه. فطبيعي جدا من غير البترول ما كناش هنقدر نصنع البتروكيماويات، فبالتالي دي فايده كمان من فوائد البترول عن الفحم، ان البترول مش بس كمصدر طاقه، لا ده كمان دخل في صناعه البتروكيماويات. طيب احنا لما يكون عندنا استنزاف بشع بالطريقه دي للبترول والغاز الطبيعي والفحم او كوقود الحفري عموما، فبالتالي لازم ندور على علاج. ودي زي ما انتم شايفين الصور دي معدل لاستهلاك الوقود الحفري في العالم كله، واضح جدا ان في زياده كبيره جدا في استخدام الوقود الحفري نتيجه السياده السكانيه بتاعتنا او نتيجه استهلاكنا البشع ليه. فلازم ندور على بدائل لاستخدامها، او لازم الدوله تقول او تعمل توعيه كبيره جدا للعالم علشان يكونوا واعيين اكتر ان هم ما يستهلكوش الموارد غير المتجدده بتاعتهم بصوره بشعه جدا، لان احنا بيكون عندنا بنحتاج وقت ومجهود كبير عشان نستخرج الحاجات دي من القشره الارضيه، فطبيعي لازم تكون عندنا توعيه اكتر ليه. وليتضاعف الاستهلاك العالمي طبقا للمعدلات اللي عاملينها من الطاقه كل 10 سنوات، وذلك لزياده استهلاك البترول والغاز الطبيعي عام بعد عام. يعني الاستهلاك العالمي لما عملوا المعدل اللي انتم شايفينه ده لقوا ان الطاقه بتزيد كل 10 سنين، لان البترول والغاز الطبيعي استهلاكهم بيزيد سنه بعد سنه. اول حاجه يزداد استهلاك الفرد للطاقه في الدول المتقدمه بنسبه 3% سنويا، دي نتيجه الاحصائيه اللي هم عملوه. اثنين بدات الدول الناميه في التصنيع، وبالتالي خطوا نفس خطوه كبيره في المجال، فالطبيعي الدول الناميه لما تبدا تشتغل في الصناعات فده هيؤدي لاستنزاف وقود حفري سواء بترول او غاز طبيعي او فحم وما الى ذلك. بيقول بقى من نتيجه اللي حصل الدول الناميه بدات تصنع، بيقول لك ان الاستهلاك العالمي من الطاقه بدا يتضاعف كل سنه كل 10 سنوات، ومن ثم وجب عدم استنزاف الفحم والبترول والغاز الطبيعي والاعداد علميا وتقنيا لليوم الذي يشح فيه البترول قبل ان ينضب تماما. يعني باختصار لما عرفنا ان البترول والفحم والغاز بداوا يستخدموا الثلاثه بطريقه كبيره جدا، لازم نكون واعيين ان هيجي يوم من الايام البترول ده هينتهي تماما، فلازم ندور على بدائل. وده اللي بيحصل دلوقتي في العالم، ان العالم بدا يدور على مصادر طاقه جديده، وبدانا نستخدم طاقه الشمس والرياح وما الى ذلك، مسقط الميه والمد والجز، ان احنا نستخدم ذلك في صناعه الطاقه بتاعتنا. ايه هي وسائل علاج الاستنزاف؟ اول حاجه تشريط استهلاك البترول والبحث عن بدائل زي ما قلنا. اثنين استخدام الفحم بدلا من البترول لتوفير اكثر مع حل مشكله التلوث. يعني هنبدا نستخدم الفحم، زي ما قلت لكم الفحم كانت مشكلته ان هو بيلوث لي البيئه، فلما نستخدم الفحم بدل من البترول ونحل مشكله التلوث، نقعد كده مع بعض العلماء يقعدوا مع بعض ويشوف حاجه تؤدي ان مثلا اي حاجه نضيفها على الفحم ان هو ما يعملش مشاكل البيئة وما يلوثهاش، فده هيؤدي ان احنا تكون البيئة صالحة لاستخدام الفحم بدل من البترول، ونحافظ على البترول في حاجات تانية. ثالث حاجة استخدام طاقة الشمس والرياح، وهما أنسب مصادر الطاقة التي يمكن الانتفاع بها في مصر بتوفرهما طول العام بدلا من البترول والغاز الطبيعي، لأنهم موارد غير متجددة. قلنا ليهم موارد غير متجددة؟ لأن هي موارد مستخرجة من باطن الأرض، لكن الشمس والرياح دي عوامل طبيعية ربانية، ربنا اللي خلى النظام البيئي بتاع مصر متوفر فيه الشمس ومتوفر فيه الرياح تقريبا معظم العام. وممكن ان احنا نبدا نعمل صناعات جديده، ان احنا زي ما انتم شايفين كده محطات شمس و طرق جديده ان احنا نستخدم الشمس والرياح. رابع حاجه اقامه المفاعلات لتوليد الطاقه من الوقود النووي باستخدام اليورانيوم بدلا من البترول، غير ان استخدامها ما زال محدودا بسبب التكاليف الكبيره واحتياطات الامان الكثيره الواجب اتخاذها لحمايه الانسان والبيئه. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا ان الفحم بيلوث البيئه وهنبدا نستخدمه بدل البترول، بس لازم نشوف مشكله لحل التلوث. احنا ممكن بدل ما نستخدم البترول في صناعه الطاقه اللي هي توليد الوقود النووي، فلازم ان احنا نستخدم اليورانيوم. احنا عارفين ان اليورانيوم مشع جدا وبيكون وقود نووي اصلا، فبالتالي بس اليورانيوم محدش بيقدر يتعامل معاه الا بحذر شديد جدا، لان التكاليف بتاعه الاحتياط الامان بتاعته عاليه جدا لانه مشع، فلازم نحافظ على الانسان والبيئه منه، ونشوف وسائل ان احنا تخلينا نستخدم اليورانيوم في توليد الطاقة من الوقود النووي، يعني إقامة المفاعلات النووية بتاعتنا يعني من خلال اليورانيوم، ولكن من خلال برضو إن إحنا نحافظ على البيئة بتاعتنا.
دي صورة لعربيات بالفعل بدأت تستخدم الطاقة الشمسية بدلا من الوقود، ودي محطة خاصة باستخدام البيوتوغاز، هنشوفها دلوقتي مع بعض. بقول لك صناعة سيارات تعمل بالكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية لأنها توفر الوقود من البترول ولا تلوث البيئة. يعني بدل ما نستخدم وقود من البترول، لا ده هنوفر الوقود اللي احنا بنستخدمه في السيارات بتاعتنا، وهنبدأ نستخدم سيارات بتعمل بالكهرباء والخلايا الشمسية. طبعا ده دلوقتي بيكلف كتير جدا، ولكن مع الوقت هتبقى حاجة سهلة جدا، كأننا بنشتري عربية عادية جدا بتعمل بالبترول. سادس حاجة، إعادة استخدام زيوت السيارات بعد ما عالجت، بدل ما نرمي زيت السيارة اللي باقي منها، لا ده احنا نعالجه وبعدين نستخدمه تاني في أي حاجة تانية. سابع حاجة، تحويل مخلفات الحيوان والمخلفات الزراعية إلى غاز الميثان البيوتوغاز الذي يستخدم كوقود. البيوتوغاز ده هو غاز الميثان الناتج من تحويل مخلفات الحيوان والمخلفات الزراعية لغاز خاص باستخدامنا كوقود في حياتنا اليومية. هو بيقول لك هو غاز الميثان الناتج من تحويل مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعية ويستخدم كوقود. يبقى أهم حاجة الوسائل العلاج كان سبعة. أول حاجة زي ما انتم شايفين كده، ترشيد استهلاك البترول والبحث عن بديل، استخدام الفعل مع مراعاة حل مشكلة التلوث الخاصة به، استخدام طاقة الشمس والرياح أهم وهم أنسب مصادر الطاقة اللي موجودين طول العام بدل من البترول والغاز الطبيعي عشان نحافظ عليه. هنعمل مفاعلات نووية باستخدام اليورانيوم بدل من البترول، وبرضه مع مراعاة وسائل الأمان والاحتياطات الكافية لليورانيوم. خامس حاجة، هنعمل سيارات باستخدام الكهرباء والخلايا الشمسية لأنها بتوفر في الوقود بتاعنا بدل ما نستهلك وقود اكتر او بترول اكتر. سادس حاجه، اعاده استخدام زيوت السيارات بعد معالجتها. وسابع حاجه، تحويل مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعيه الى غاز الميثان اللي هو البيوتوغاز. وطبعا لازم تكونوا عارفين ان اهم حاجه بتكون مفيده عندنا في مصر عموما ان احنا نستخدم الشمس والرياح وندور على بدائل للطاقه. وبكده نكون وصلنا معاكم الى نهايه العلوم البيئيه. خدنا في الباب الاول مع بعض مفاهيم البيئه عموما، وخدنا خصائص النظام البيئي، وعرفنا ان هي متوصله مع بعضها من بعض. بعد كده بدانا نشوف مع بعض تاثير العوامل الفيزيائيه غير الحيه اللي هي الضوء والحراره على البيئه عموما وازاي بيأثروا. بعد كده خدنا النظام البيئي البحري، وبعدين النظام البيئي الصحراوي، وبدانا ندرس في الباب الثاني ايه هي الموارد اللي بتؤدي الى استنزاف البيئه، وعرفنا عموما ايه هي الموارد دي، اذا هل هي موارد متجدده فقط ام في موارد غير متجدده. يعني بدانا نشوف مع بعض ايه هي مشكله استنزاف الموارد البيئيه وازاي نحلها، وعرفنا علاج لكل مشكله منها.